سلام. القصة ديالنا كتبدا مع الطباخ كارل. كل صباح تيمشي للخدمة، كيوجد الماتيريال وكيبدا يصوب الشهيوات ديالو. وكان مشهور وخدام في مطعم كبير، وكان كيبغي خدمته وكيبدع فيها، وعنده تجربة ديال 12 عام في الطبخ. وكانوا عنده جوج ديال المساعدين، ماركو طوني. المهم سالا خدمته ومشى بالزربل عند بيرسي باش يجيبو من المدرسة. وفي الطريق بيرسي طلب منه باش شي نهار يديه السينما باش يبدل الجو، ولكن كارل ما لقاش ليه الوقت وقال له باللي راه مشغول هاد الايام، وباللي غدا غيمشي يجيب تقضية حيتاش عنده واحد الكليان مهم في المطعم، وهاد الكليان غيعطيه الرأي ديالو في الطبخ وغيشهرو في المواقع ديال التواصل. بالليل مشى عند المساعدين والطباخين ديالو وقال لهم اليوم بالضبط بغيتكم تعطيو احسن ما عندكم، وغنوجدو اطباق جديدة حيتاش واحد الشخصية مهمة غتجي اليوم وغتشوف وغادي تنوطي الطبق ديالنا. فهاد اللحظة غدخل مولي وقالت لكارل باللي مول المطعم غيجي باش يراقب الكوزينة هاد النهار. كارل قال ليها مالقى فوقاش يجي غير هاد النهار اللي باغي يبدل هو الوصفة. المهم سرطها وقال للطباخين ينساو شنو قال ليهم ويخدمو عادي كيما موالفين. شوية غيدخل المدير مول المطعم وعيط لكارل باش يهضر معاه، وقال له ما تبدل والو في القائمة ديال الماكلة حيتاش القائمة الجديدة ما عجباتوش، وقال له خليك في داكشي القديم راه قاضي الغراض وغيقبل بالسيف عليه. وقال للطباخين صافي خدمو خدمتكم عادي وما تبدلو والو، ومن بعد مدة قصيرة غيجي الناقد رمزي باش يدوق الماكلة ديال كارل وينوطيها. وغير داقها كتب في تويتر باللي الماكلة ديالو باسلة وما عندها حتى شي منطق. كارل طلع له الدم وتعصب وشاف باللي 12 عام ديال الحرفة ضربها له خونا في الزيرو، وعرف باللي ما عنده حتى شي علاقة بالطبخ وشي بلان هذا اللي خلاه يكتب داكشي. ولكن صحابو نصحوه باش يدير راسو بحال يلاه كيتعلم ويزيد يطور من راسو. داكشي اللي كان تواضع معاهم وزاد تعلم شي اطباق جداد، وهاد المرة دار واحد الوصفة جديدة من الابداع ديالو الخاص. الصباح مشى عند ماركو طوني وعطاهم يدوقوا ويردوا عليه وغيعجبهم بزاف، ومارك قال له منين طحتي على هاد الوصفة. وكارل سول طوني حيتاش ما كتعجبو حتى شي حاجة وقال له عطيني الراي ديالك بصراحة. قال له لا بصح هاد الوصفة واعرة، ولكن المشكل هو الهضرة اللي كتب رمزي في تويتر دارت البوز وكلشي كيهضر عليك. وكارل ما كانش عنده تويتر، هادشي علاش ما ساقش الخبر حتى قالوها ليه صحابو. قرر هو باش يديرو ويراقب الموضوع فين غادي. مشى عند ولدو وطلب منه يفتح ليه حساب في تويتر ويوريه كيفاش يخربش فيه. بيرسي غيصوب لو كونت جديد وبزوج غيلقاو لي كومونتير كامله ضد كارل، وبيرسي قال له ما تعصبش وما تديهاش في لي كومونتير الا بغيتي توصل. كارل قال له صافي، ولكن الفقصه ما بغاتش تصرط ليه. اش دار؟ كتب لرمزي واحد البوست وتحداه باش يجي عنده للمطعم، وقال له باللي موجد ليه واحد الوصفه خطيره غتسد ليه فمو. بوست دار البوز وتشهر وكلشي مشى للمطعم باش يشوفوا التحدي. والمطعم كان عامر بلان، وهذا النهار كان هو اول نهار غيعمر فيه المطعم لذاك الدرجه. اما رمزي كان شاد طبله وكيتسنى الوصفه الجديده. كارل في الكوزينه خدام ومحمس باش يبين ما عنده، ولكن من الزهر غيجيبو للمطعم وضيع له البلان وقال له يزول عليه داك التخربيق ويخدم القائمه الرئيسيه ديال المطعم. كارل طلع له الدم وقال له هذا النهار بالضبط خليني نخرج بوجه احمر قدام رمزي، ولكن المدير غوت عليه وقال له عرض عليه في داركم وطيب ليه اللي بغيتي، اما هذا راه مطعم وخاصو يحافظ على القائمه اللي تشهر بها. كارل قال له انا غنمشي للدار نطيب ليه وانت البس طابليه ودخل الكوزينه باش تصوب القائمه ديال المطعم ديالك، وغيقدم استقاله وغيخرج. في داك اللحظه رمزي كان كيتسنى الطبق الجديد، ولكن غيتفاجئ فاش شافهم حاطين له نفس الطبق ديال داك النهار، وعرف باللي كارل ما كاينش في الكوزينه اصلا. شنو غايدير؟ هز التليفون وحط واحد البوست باللي كارل ما قدرش على التحدي وما جاش للمطعم اصلا. كارل مع يلاه دخل للدار غيقرا البوست وعرف باللي راسو تشوه، ناض كبر هاد الصغار. رجع للمطعم ومشى عند رمزي ووراه شنو كيعرف يدير، وغيسبو بجميع انواع الامداح. وصحاب الحسنه صوروا داكشي وبارطاجاو الفيديو. كارل خدا سمعة خايبه وبقى في الدار بيطالي، ومن بعد مده جاتو خدمه في التلفازه وكانوا باغيين يطيب ليهم ويستغلوا داك الفيديو ديالو باش يدير الشهره للبرنامج. كارل زاد تعصب وخشى ليها واحد جوج كلمات في التليفون ضروها في ودنيها. قطعات هي صونات مراتو اللي مطلقها هادي مده وقالت له الا بغيتي نقدر نعاونك ودير شي كروسه باش تبيع فيها كاسكروطات وما تخافش راس المال على حسابي. كارل جمعوا عليه وزادها مع الاخرين وغيسد الريدو. لغد ليه جات لعندو ايناس طليقته وقالت له انا عارفك معصب، ولكن عندي ليك واحد البلان. هي غتمشي لميامي في واحد الخدمه وطلباته يمشي معاها باش يرد البال على بيرسي ولدهم. بقى كيشوف واش يضرب ولا يسب، ولكن هي قنعاته حيتاش مشغوله وهو ما عنده ما يدار، على الاقل يقابل ولده. ركب معاهم الطياره ومشى معاهم لميامي، وبيرسي كان فرحان حيتاش اول مره غيسافر مع مو وباه من مور ما طلقوا. وكارل دوز ليله واعره معاهم وفاجئ على قلبه بدا كيشطح معاهم. لغد ليه كان جالس مع طليقته وراجلها وقال لهم بلي طلعت له فراسو الجلسه في الدار، وقرر باش يوافق على المشروع ديال الكسكروطات. سلفوه الفلوس ومشى شرا طوموبيل ديال الكوزينه باش يخدم، ولكن فاش فتحها لقاها 70 عام ما شافت الماء. عيط لولده باش يعرف الدرهم منين كيجي وبداو كيمسحوا وكيغسلوا الكوزينه جديده، ولكن
ولكن ملي سالاو بيسي بغى يخدم معاه ديما، وكارل قال له سير تقرع كيشتيني انا مطفره. فهاد اللحظه غيشوف مارك صاحبو شاد الطاكسي لعندو، سولو ياك لاباس، قال له واش عندك شي بلاصه نخدم معاك او دي مالك عاوتاني، قال له بلي دابز مع المدير ولا بيطالي بحالو. فرح كارل حيتاش لقى لي ونسو في الطبيطيل، وبداو كيطيبو بزوج كاسكروطات، وحيت جاو في موقع خاوي كانوا كياكلوا عندهم غير البنايه وصحاب الشانطي. وهنا كارل بدا كيعلم ولدو الطبخ، واول حاجه هي الخبز، وقال له اهم حاجه هي الخبز والشوايه، الا عرفتي هاد الجوج غتولي طباخ بحالي. ونسى راسو بلي محنسر وكيعطيه النصيحه. وبالليل ملي سالاو الخدمه جلسوا يرتاحوا فكروا باش يبدلوا السيكتور. ومارك قال له علاش ما ندوروش على المدن كاملين، حتى الا ما بعناش نكونوا سركنا وتسالينا. داكشي اللي كان الصباح ديماراو وشدوا الطريق كيدوروا على المدن، والمفاجاه هي في اي مدينه حبسوا فيها كيلقاو البشر على الجهد واقف كيتسناهم وجاي ياكل، وكلهم كيتصوروا مع كارل، وفي كل مره كيتعاود نفس الديكور. هنا كارل دخلوا الشك، كيفاش الناس كيعرفونا فين غنوقفوا واين مدينه غادي نشدوا، وغنكتشفوا باللي بيرسي هو مول البلان، وكيصور الرحله ديالهم وكيبارطاجيها في تويتر، وكيقول للناس على البلايص فين غيكونوا والمدن اللي غيمشيو ليها باش يجمع ليهم كليان. واستغل الفيديو ديال بابا هو كيدابز مع رامزي باش يتشهروا اكثر، وخلى الناس عندها فضول باش تجي تجرب الماكله ديال كارل. وكارل عجبو الحال وكان مفتخر بولده حيت روج لهم الدعوه ودار لهم البوز. بيرسي طلب من باه باش يصور الرحله ديالهم فيديو ويحتفظ بها عنده للذكرى، ودوزوا رحله زوينه مع بعضياتهم. وفاش كانوا راجعين للدار كارل قال بيسي بلي العطله قريبه تسالي، وهذا الشيء كيعني بلي ما غيبقاش يمشي معاهم في الرحلات حيت خاصو يقرا. وكارل ما عندوش كيدير جي موراه المدرسه، داكشي علاش قرر باش يخليه مع مو راجلها. بيرسي تقلق وما بغاش، وطلب منه باش على الاقل يمشي معاهم السبت والحد، وباللي خدمته هي الحاجه الوحيده اللي كتجمعهم، وباللي فاش كان في المطعم ما كانش كيجلس معاه حيتاش ديما مشغول، وهاد الفرصه هي الوحيده اللي كتجمعهم. ولكن كارل ما كانش باغي ولدو يتهاون في قرايته باش يخدم معاه، وغيديه للدار ديال ماماه باش تقابله، وغيدوز مده وهو خدام بوحدو. وفاش مشى للدار غيحس بالوحدانيه، وغيتفرج في الفيديوهات اللي صور ولدو في الرحله ديالهم، وغيتوحش ولدو الايام اللي دوزوا مع بعضياتهم. وقرر باش يعيط ليه ويقول له باش نهار السبت والحد يجي لعنده ويخدم معاه في الرحلات ديالهم، ونهار على نهار الكليان كيزيد. وحتى ايناس هاد المره جات تعاونهم وشدات لهم لاكيس، اصلا العيالات كيمشيو نيشان الفلوس. وفي هاد الوقت غيتفاجئوا فاش شافوا رامزي حتى هو جاي، وجر الكارل بوحدو وشرح له البلان اللي دار معاه، وقال له باللي في داك الوقت كانت الحركه عيانه في تويتر وخدمته قلالت، وقرر باش يخلق الرواج بداك البوست، وما كانش كيسحاب ليه باللي غيخرج له على خدمته، وطلب منه السماحه. ولكن هاد المره لقى كارل تبدل وما بقاش كيتعصب وكيسب، ودغيا سمح ليه. ورامزي قال له باللي فتح واحد المطعم كبير وقرر باش يديرو هو المسؤول على الطباخين ديالو، ومن بعد مده كارل غيوافق على البلان وغيدي معاه ولدو في العطل باش يعاونو. وفي هاد المطعم كانت عنده الحريه التامه باش يبدل الاطباق كيما بغى، ماشي بحال المطعم اللي كان خدام فيه مع داك شي بالراس. وفي الاخير غنشوفوا ايناس وهي فرحانه مع ولدها وراجلها سابقا، وكانوا في واحد الحفله كيشطحوا وكيحتفلوا مع بعضياتهم. كانت هذه هي نهايه القصه. كان معكم خوكم سينفليكس، تهلاو.